الكرة مقطوعة عند أبو عرقوب، أبو عرقوب، وثاني الأهداف، هدف النقاط الثلاث لمصلحة نادي سحاب، ينجح ويحرز هدف الانتصار عن طريق اللاعب الخطير هنا محمد أبو عرقوب، راوغ العثامنة ويضع الكرة في الشباك، وهنا ثلاث نقاط ثمينة لمصلحة نادي سحاب، هنا البداية لمصالحة هذا الجمهور. شوف هنا أبو عرقوب هو من أراد أن يحرز الهدف، راوغ العثامنة ويضعها في القدم اليسرى لتسكن الشباك، وينجح هنا بإحراز ثاني الأهداف، وثلاث نقاط ثمينة هنا لمصلحة نادي سحاب أمام الجليل صاحب المركز الأخير، ينجح وينتصر على نادي الجليل ويصبح بنفس عدد النقاط مع نادي الجليل وبرصيد